الحفل الكريم مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء في كل مكان، نحييكم ونرحب بحضراتكم جميعا من هنا من ميدان التحدي لسباق الهجن العربيه الاصيله. شكرا لزميلي ايضا وهناك بسام الشمري بحضوره اليوم لقلوب النشامى ليكون حاضرا ومتابعا. اعلنت انطلاقه الشوط الرابع الخاص للقعدان المفاريد مسافه الاثنين كيلومترات، ايضا حاضره بتميز كبير واداء جميل المقدمه والصداره شاهين، ما شاء الله شاهين وحمد بن علي العبده من يقدم شاهين، وثاني الاسماء وصل شاهين وراكان بن علي المجذور راعي سيوف اللي ادت اداء جميل وتحدي ممتاز، وتالي ثالث الاسماء دخول مباشره مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء في كل مكان. شعار الشيبه ايضا يقاتل من اجل الفوز ومن اجل التحدي، ورابع الاسماء دخول سياف وراشد بن فرج ايضا من درعا من يقدم لنا اسم كبير، خامس الاسماء دخول من سراب وعلي بن فرج بن دلموك، ولكن لنا عوده الى المقدمه والى الصداره بن عبده اداء جميل وانطلاقه ايضا سريعه ما شاء الله وتبارك الرحمن. شاهين وحمد بن علي العبده من يقدم شاهين، وثاني الاسماء مباشره ننتقل الى المركز الثاني، وصل شاهين وراكان بن علي المجذور راعي ايضا سيوف اللي فازت باحد الاشواط المتميزه، وهنالك ما شاء الله ثالث الاسماء وصل شعار بن شيب من يقاتل من اجل الفوز ومن اجل التحدي، ولكن بن عبده ما زال صاملا مع شاهين وحمد بن علي العبده، ولكن اوه الغادم شعار الشيبه غادم هنالك ليقدم لنا اداء جميل وتحدي ممتاز بهذا الانطلاق، ولكن شاهين بن عبده باداء جميل والعصا ما شاء الله. يا بن عبده روح شاهين وحمد بن علي بن عبده وشعار الشيبه يقتل حتى الامتار الاخيره والامتار المجنونه. بن عبده ما شاء الله صدرت الاوامر والامتار المجنونه. اوه روح بن عبده شاهين وحمد بن علي بن عبده اثبت الوجود. اوه روح بالتحدي بن عبده شاهين، ولكن بن الشيبه شاهين بن عبده سلام بن عبده شاهين حمد بن علي بن عبده. ثاني الاسماء وصل شعار بن الشيبه ليقدم اداء جميل، وثالث الاسماء ايضا سراب وعلي بن فرج بن دلموك. التوقيت الزمني ساعة وصول شاهين بن عبده قطع مسافة ايضا مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء في كل مكان ما شاء الله وتبارك الرحمن. دقيقتين وتسعة وخمسين يا بن عبده حطم التوقيت في هذا الصباح الجميل، دقيقتين وتسعة وخمسين ما شاء الله يا بن عبده، وهنالك 91 جزء. تهانينا لبن عبده اللي قدم اداء جميل وانطلاقه ايضا بتحدي كبير. تهانينا والناموس.